مرحبا بكم في برنامج تربح ولا يدك في الزنكالوني. وين التصفيق شباب؟ ضيفنا اليوم انتم اخترتوه في الكومنتارات متاع حلقة اتجبا في دليلك ملك. ضيفنا اليوم شكون ولد سميرة. وانت اللي تفرج فينا، كان تمن بحظوظك المنايكة وتحب تربح اشترى المبلغ اللي بشير بخول المتباري متاعنا اليوم، ما عليك كان تبعثلنا ميساج على الانستغرام متاعنا اللي بشي يخرج لكم توا اسفل الشاشة. وتسميرة مرحبا بيك. وبيك اكثر يا اخويا القفسي، حبيت نشكرك على الاستضافة هذه، وحبيت نشكر زيدا الجمهور اللي شنحها بالكومنتيرات يحب على ولد سميرة. وبرجولية يا القفسي قعدت في قلبي صح ولا قعدت في قلب جب اخويا يربح 75 مليون ولد سميرة ما يربح شيء. يا اخويا جيت نحب نلعب القفسي، برجولية نحب نلعب، يمشي يدي السنادق متاعك شنو نبدا نيك فيهم بالمشتة تو على بعض، نحب نلعب يا القفسي يمشي راهي تاكل يا القفسي، يدي ملوطة تاكل صح تاكل فيا نحب نلعب. يا سميرة ايش بيك تخمرت يا ولدي في عقلك، هاك باش تلعب لين تفد، اما كان تعرفنا على روحك شوية يا سميرة. والله ايش باش نقول لك يا القفسي، ولد سميرة شهيرة ولد سميرة يقتحم. قالك لا يا خويا الناس تحكي، قالك دفن امه في الجنينة باش كل صباح يخرج يقول لها صباح الخير يا العصوزة صباح الخير. لا حول ولا قوة الا بالله. يا سميرة زعما قداش تتوقع روحك تربح هكاك؟ برجولية يا القفسي انا صاحبي ما عنديش الزهر خويا، يدي الزهر صاحبي جملة تصدق يا القفسي لنهار قيت 20 فرنك طايح، افهم انت وحدك صاحبي الزهر اللي عندي. والله ايش باش نقول لك يا سميرة، ساعات اللي ما عندهمش الزهر يولي عندهم الزهر، وساعات اللي عندهم الزهر يولي ما عندهمش الزهر. القفسي شنو يا صاحبي؟ شو اللي نقطروا في الزهر لهنا؟ امشي على صاحبي خلينا نلعب. بالله نحب نوضح حاجة للجمهور، راهي اللعبة هذه لايف، معناها أنا توا حل اللعبة قدامي ونلعب فيها لايف، ماهيش مصورة وماهيش مفبركة، معناها اللي باش يربح ولد سميرة هذاك هو الموجود. ولد سميرة قبيلة قلت لي في الكواليس اللي رقمك المفضل هو رقم 9. اي صاحبي القفسي، رقم 9 خويا هو رقمي المفضل، راك تشوف فيه ديما خويا لابس مريول فيه نمرو 9، هذاك صاحبي بديت بيه معاك وباش نكمل بيه معاك صح، وزيد في الصنادق باش نختار خويا صندوق نمرو 9. ايا مالا يا سميرة، اختار الصندوق اللي باش تلعب بيه. يا القفسي ردهم لي صاحبي بالنوامر، خل اختار صاحبي نمرو 9 ومن بعد رجعهم بالولايات. تدلل يا سميرة، ايا اختار خويا صندوق نمرو 9. باهي يا سميرة، كيما تشوف عندك 100 فرنك ربطه معدنوس دينار 10000 50000 شاشيه 100 دينار 250 500 دينار حاره هندي ومليون، وعندك جبات شيشه، وعلى جنب عندك 5 ملايين 10 15 20 25 30 مليون، ونبداو في الصحيح عندك ال 50 مليون وال 75 مليون وال 100 مليون وال 200 مليون 300 مليون والمليار يا سميره. اديش بيك القفسي بالكس خاينا بهي ما نعرفوش نقرا، ودي نعرف نقرا راني باك مهندس يا القفسي شبيك صح؟ أيا تراه يا سميرة حللنا سنيدك. القفسي برجولية عندي صاحبي استراتيجي، يدي مشكلة جبا عنده استراتيجي، أنا صاحبي عندي استراتيجي، يا خويا شنحلو شنحلو؟ حلو تطاوي، برا تطاوي نحلك الصندوق. 20 مليون. أي عاد يا سميرة حصلني خطك عاد. يدي مشي مشكلة مشي، يدي 20 مليون. برا صاحبي نحلو بنعروس، بنعروس هذايا صندوق تجبا اللي لقاه فيه 75 مليون، حل صح، حل بنعروس، أي بنعروس. يو بنعروس، بنعروس. إيه يا سميرة فاهم قانون اللعبة ماهو، يلزمك تحل السنادق الزرق، هيك الصفر والأحمر هذوكم ما بعد عليهم. يا دي قفسي برجولية، باش نجيبها معاك بالآخر صح، يا تسيب يا تخيب. باش نحلهم منظمين صاحبي السنادق برا حل بنزرت. زعما الخطه نتاع ولد سميره باش يحل السنادق من اليسار لليمين منظمين باش تمشي صحيحه ولا ترى بنزرت اي حل لك الصندوق؟ اقعد نيك. ليه يا القفسي صح باش نبدلها استراتيجي؟ ايه يا ودي وهذه استراتيجية تو باش نبدلها صح، باش نحل صاحبي تو بقلبي من دير ودي. كل ما قلبي يدق باش نحل. اسكت قفسي اسكت صاحبي تو تو نحل تو نصرف قفسي. يا سميرة هادي تسكت فيا انا حكيت. يا سيدك بن سيدك شنحلو شنحلو؟ حللنا المهدية صاحبي، براية مهدية، أحلى مهدية، نحيك الشمع. يا رسول الله، يا رسول الله. يا القفسي برسم ميمتك، النجموش نعاودوها الحلق. برجولية فضيحة يا القفسي، فر الصعبي، السحب متاعي تعيس ياسر يا القفسي.
رسم ميمتك نعاودوهاش؟ يا سميرة ما نجموش نعاودوها، الحلقة في اللايف، شنيا باش تعمل لي كيتجبة؟ مازال يا سميرة ما تعرفش عليها، ما تعرفش على صندوقك شنيا مخبيلك. ربي يستر يا القفصي لا يطلع مخبيلي جباتشيش، برا صاحبي حلو منوب، أي منوب نحك الشمعة صاحبي. أي الحمد لله خويا، دينا، أي برا برا، مادامي حالة صاحبي، زيد حللنا 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 جندوب. برا جندوب هاي باهي علخ هاي يمشي يمشي ما توقفش ما توقف يا دي نرفض نرفض صح نرفض برا صعب شن حلو حللنا مدني برا مدني لي ربطة مع دموس لو علخ برافو يا سميرة بديت تتحسن القفصي برسم مين بك لعاد تتكلم كل ما تتكلم خويا خرج صندوق تاعيس ريت صاحبي كسكت كيفاش خرجت الزرق هكتا واتكلمت عس على الصندوق اللي مش نحلو تو برا شنحلو شنحلو حللنا سوس برا سوس هاي احلى سوسة وج ودي الحمد لله صاحبي كي خرج جباد الشيشة هذي صور خويا مروح للحومة وليد الحومة ربح جباد شيشة السيبي والتسامير يربح جباد شيشة كمل كيكة يا تسامير كمل كيك كمل كيكة يا تسامير كمل كيك ان شاء الله ما تنيكنيش بعين يا القفصي وكهو برا شنحلو شنحلو حللنا القصرين ني القصرين نحينك شمع باهي القصري صح القصري عاني مانيش باش نتكلم يا تسامير عاني باش نبقى ساكت برجولي القفصي اربع صنادق زرق ورا بعضهم هذيا صاحبي ربي يستر منها وكهو يا خويا شنحلو شنحلو قبل حللنا قبل يا قبل لي نحينك شمع تراه قبل لي تراه اي قبل باه خمسة مليم نرفض 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 صاحبي نرفض نحلو توا يا القفصي صفيق صح خالعين فرماسي في صفاقس يا ودي قالك الدنيا مدعوك برا صفاقس 25 مليون يا تسامير زيد نحلي شوية مك الزرق يا تسامير سحبك لا تشكر لا تذم ترى يا تسامير حاول تخرج لناك الحارة هندي ولك الشاشية ذيك تصور يا القفصي نربح حارة هندي صح نقسمهم انا والمتبيري نروح بكعبتين هندي اقسم بالله ما نعطيك كعبة يا القفص شنحلو توا شنحلو ترى برا حللنا سليان وربي يستر من سليانة صاحبي 30 مليون برجولي القفصي حاسس توا باش نبدا نيك في الصنادق الحمر ورا بعض ورا بعض وتو تشوف ركز شويه يا تسامير ركز شويه جوز تخرج مك الزرق سيبهم لي شيره اللي على اليمين سيبها والتسامير يقتحم صاحبي ترى اخويا شنحلو شنحلو برا نحلو باش وربي يستر من باش اي باش اي باش باهي باش صحيح تكمل هكاك ترى حللنا بوزيد اي بوزيد اي باهي علخ ما تكلمش يا القفصي نرفض نرفض صاحبي نرفض القفصي ما تحلش فمك اهو ابقى ساكت شنيا بقالنا من هنا 100 فرنك 10000 شاشية 250 وحارة هندي حارة هندي هذيا درا عند شكون درا برا يا القفصي خويا حللنا توزر توزر نحي الشمع توزر يا توزر يا توزر يا توزر هاي المليار يا القفصي المليار صاحبي عادي يا تسميرة ما هي إلا لعبة صاحبي هذي انتي توا قاعدة تواسي فيا معناها ولا شنية الحكاية في بالي بها لعبة اخي وجهي وجهها مليار انا يا القفصي نعرف يا تسميرة نعرف حارة هندي وياسر فيك اما برجولية صاحبي من ايك يا صاحبي جبا يربح 75 مليون وتسميرة يروح بحارة هندي برا القفصي اخوي حللنا تونس ترى برا تونس حل لي حارة هندي يا خوي يا خوي الحمد لله يا خوي الحمد لله خويا كي خرجنا حارة هندي الحمد لله الحمد لله اي تسميرة كمل خرجنا زوز صنادق زرق وخان مشيو فاصل اشهاري شنيا نحلو شنيا نحلو صاحبي برا نحلو القروان القروان صاحبي اي قروان نحك الشمع ايه علخ 100 ملي ايه علخ البنك يا تسميرة اقترح عليك 30 مليون نرفض صاحب نرفض نرفض وكما تشوفوا ولد سميرة رفض 30 مليون اتراح يا تسميرة زيدنا سنيدك اخر ازرق راهو السحب متاعك ما هوش خايب جملة مازالت لك 300 مليون و100 مليون و75 مليون برجولية القفصي نحب نخرجك الشاشية صاحب الشاشية خويا نحب نخرجها راش نحلو شنحلو برا نحلو خويا قفص قفصة خويا وخايف منه هو انا باش نتلفت منه وانتي نحي الشمعة يا قفصة ايا برا قفصة نحي الشمعة ما نحبش نشوف صح قديش يا القفصي قولي قديش
يا سميرة 100 مليون صاحبي خرجت. نمشيو مع بعضنا فاصل إشاري ونرجعو. كيما تشوفوا معانا كهربا تمشي وكهربا تزي، وانتي صاحبي اللي تفرض فينا. كان تحب تربح معانا كهربا من الكراب هذوم الزوز، ما عليك كان تبعث اس ام اس على الانستغرام اللي باش يخرج لكم اسفل الساسه، وثوم الاس ام اس 2000 فرنك، وكل ما تزيد تبعث اس ام اس كل ما نزيدو نيكولك فلوسك بتباع. وتهنى سي زبي، راك قدمك باش تبعث اس ام اسات ماكش باش تقوي حظوظك في الربح، بالعكس باش نزيدو نيكولك فلوسك اكثر. واحنا بتباعتنا باش نلمو من عندكم حق زوز كراهبة زوما، وباش نعطيوهم للجماعة اللي يخدموا معانا لهنا. علاش انتوما قبولينا باش نربحوكم كهربا؟ يا اخي زبي سافا با، احنا في مخاخنا من الاخر شباب. برنامجنا عبارة عمل خيري، معناها زبي باش نيكولكم فلوسكم ونعاونوا بهم رواحنا. ورد بالك صاحبي تغلط، تبدا قاعد في الدار تبع اس ام اس وباش تربح كهربا قيمتها 100 مليون و80 مليون، سبيك صاحبي مهبول. زي حتى صاحبي في الحلمه ما تحلمش بذكمة. أنا قلت لك صاحبي كل ما تزيد بالسبع سمسات كل ما باش نزيدو نيكولك فلوسك. وشكرا يا سميرة. عندي في العادة قلت لي ما عنديش الزهر، أما أنا توا قاعد نشوف في نكتة زهر. يا دي قفسي أنا صاحبي برجولية، نمن بحظوظي صح، نمن به برا صاحبي حللنا جيبس برا جيبس. أي يا دي في يزمك الثقة في النفس يا القفسي. ريد ريد كيفاش كمل لك. امشي يا سمير حللنا الكيف صح برا الكيف. اي شكولك يا القفسي في الثقة في النفس. اي برافو يا سميرة، برافو برافو صاحبي. البنكة تقترح عليك 50 مليون. برجولية القفسي صاحبي 50 مليون فلوس، واحد يروح ب 25 مليون. شبيبة صاحبي خليني يخمم القفسي، خليني يخمم. مالا يا سميرة، مادام انت خممت خلينا نحكي شوية مع الجمهور. وانت اللي قاعد تفرش فيا، كان تحب تربح اشتر المبلغ اللي باش يربحو المتباري متاعنا اليوم، ما عليك كان تبعث اس ام اس على الكونت انستغرام متاعنا اللي باش يخرج لكم اسفل الشاشة. وكل ما تزيد تبعث اس ام اس اكثر كل ما نزيدو ان يقولك فلوسك اكثر. هاي سميرة اش قررت؟ 50 مليون تقبل ولا ترفض؟ برجولية القفسي صاحبي نرفض خوي، نرفض خوي باش نكمل صح، كان نخرجك الشاشية برا. اي سميرة راك رفضت صاحبي 50 مليون، مشيت فيها يا ودي. كانت تروح بشاشية مشيت تنيكت، مشو اليو عيطولك شاشية ديجا راسيك الشاشية. يا ربي شنو نعمل يا ربي شنو نعمل شنو نعمل. ريان اخويا ما فهمتش علاش خليته معلق انا الفوق، مانيش عارف علاش وما نحبش نحل. وربي يستر يطلع زغوان فيه الشاشية برا اخويا. نحلو نحلو ريان اخويا، حلو ريانة برجولية ليه القفصي، حلو نابل برا نابل. اي حلنا نابل ترى 10 ملايين مش خاي. يا سميرة في بالك كان تخرج الشاشية، مبروك عليك 75 مليون صاحبي. زعما يا سميرة نمرو 9 اللي لابسه واللي هو صندوقك زغوان يطلع فيه 300 مليون، تمن انت بيهم لحكايات هذوم يا سميرة؟ والله قفسي ما نمنش بيهم صاحبي، اما يقولوا معناه تستفيل بحاجة باهية وكاهو سينو صاحبي. هذوما رومك الشرك بالله وما عنديش معاهم خويا، تستفيل هاوكا صاحبي. نقول النمر هذاك يعجبني وكاهو، اما مش النمر هذاك باش يولي لي معناها درشني، فهمت؟ يا ربي شنو نحل، اريانا خايف منه خويا، وما عادش عندي حل، بقات لي اريانا والمستير، اريانا والمستير. برجولية القفسي باش نحل اريانا، باش نحل اريانا صاحبي ما عادش فيه. اريانا تحك الشماعة يا اريانا، تراه اريانا تراه. ريانا يا صاحبي الله 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 الله. قضيت عليهم يا سميرة 300 مليون، هاك توا صاحبي جيت في المحط كيما نتاع جبه بالضبط، بقات له 75 مليون وقال له غير الصندوق. وقتها جبه نتفكروا ما غير الصندوق. انا بيدي يا القفسي صاحبي باش نرفض تغيير الصندوق، زعما يا القفسي نرفض. والله ايش باش نقولك، أكيكا زيد خمم. زعما نمرو 9 يطلع فيه 75 مليون، زعما نرفض نرفض زعما يا القفسي. روحش بشاشية يا القفسي صاح برا، نرفض القفسي نرفض خوي نرفض. يا سميرة البنك اقترحت عليك قبيلة 50 مليون ورفضتها، وتوا قعدت بشاشية و 75 مليون، اقترحت عليك البنكة باش تغير الصندوق، لكن انت رفضت وقعدت شادد في نمرو 9 متاعك اللي هو زغوان. بعد ما نحلو
صندوق المونستير باش تتخلى على مبلغ قيمته 75 مليون. يا سميرة مبروك عليك الشاشية يا صاحبي. يا رسول الله يا رسول الله، شاشية يا سميرة شادد لي فيه نمره 9 وما تمنش بيه نمره 9 وما ت... يا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك يا القفصي، الله يهديك. صح إيه، كما تشوفوا حلقة حزينة ياسر، وتسامير ربح شاشية ألا غالب. مبروك للمتباري اللي اسمه توا باش يخرج أسفل الشاشة باش يقسم الشاشية هو وتسامير. اشتر بشتر. وانتي كان عجبتك الحلقة متاع اليوم، ما عليك كان تعمل جيم وتحط لنا كومنتير فيه شكون تحب نجيبه الحلقة الجاية. أيا برا نستو مسكين الثابي في يتخيل روحه الزبا ما حبش يبدل صندوق وسات فيه صحيح ربح ثاثية. ثاميرة يا تكلم يا ثامير يا جابا برا برا شو ماكش تحبه يربح الجيب يا راشوك الشاشية جبي يا حشية جبي يا شاشية شعبي باش تشطر له شعره وذيك الجيب يشتيه يشتيه الخور طميها جيب عطاه 50 مليون يرفض القاج كمه مو 50 مليون يشتيه الشعب تشاميرة دي انا تشاميرة شو اللي عايد لك شاشي شاشي تحشي لك شاشي يا جيبي شاشي وتشاشي شو اللي عايدو لك شاشي.